أهلا بكم مجددا إلى جلسات منتدى جدة الاقتصادي 2014. يعني يؤسفني أن أعلن لكم بأن هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة في أعمال المنتدى لهذا العام، ويسرنا أن تكون حوارا مفتوحا مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. يشاركنا في هذه الجلسة الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، معالي الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. أيضاً الأستاذ الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. كما يشاركنا بأوراق عمل عدد من خيرة شباب هذا الوطن الأستاذ عبد الله الخريف والأستاذ علي الشهري. اسمحوا لنا الإخوان في الإخراج لديهم عدد من الفواصل الموسيقية، فأرادوا استغلالها قبل انتهاء المنتدى لهذا العام. على العموم اسمحوا لي في البداية أن أقدم كل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر لوجوده بيننا اليوم، ونتوقع منه ورقة عمل بعد قليل. اسمحوا لي في البداية أن أعرف بتعريف سريع بمعاليه. هو مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. أيضاً هو الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. عمل السيد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائباً لوزير التربية والتعليم ومستشاراً في الديوان الملكي، وعمل مشرفاً عاماً على مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وكما أشرنا أميناً عاماً لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ولا زال، كما أنه عضو في مجالس عدد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية. رحبوا معي بمعالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر. شكراً. اسمحوا لي أن أقدم كلمتي وقوفاً احتراماً لهؤلاء الشباب والشابات الذين يحضرون هذا المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والوحدة، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتشرف باسم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لوالدنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، متعه الله بالصحة والعافية، مؤسس هذا المشروع الوطني الرائد، والذي أصبح بعد 10 سنوات من تأسيسه مؤسسة شامخة ترعى الحوار، ليكون بإذن الله أسلوب حياة وطبعاً من طباع المجتمع السعودي في مناقشة قضاياه، منطلقاً من ثوابته الشرعية والوطنية. كما أرفع أسمايات الشكر لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والمساندة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على الدعم والمساندة.
وأخص في هذا المقام بتقديم الشكر باسمكم جميعاً إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة راعي هذا المنتدى على إتاحة الفرصة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ليكون مع الشباب في هذا اللقاء المهم. كما أتوجه بشكر خاص إلى شيخنا الفاضل الأستاذ صالح بن عبد الله كامل على دعوته الكريمة، وإلى جميع القائمين على هذا المنتدى، ولكم أيها الشباب والشابات للمشاركة معنا في مناقشة تنموية هامة أنتم عمادها. عندما دعينا للمشاركة معكم وجدت من المناسب أن يكون لقاء نأمل فيه أن نكون رؤية مناسبة لترسيخ الدور العظيم والرائد الذي يعزز مسيرة شبابنا في جميع المجالات، فمن المأمول أن نصل إلى نتائج من خلال مكتسباتنا ومن خلال آمالنا في أن الإنماء من خلال الشباب يكون تنمية من استدامة من خلال الشباب. وحتى لا أطيل عليكم وفقكم الله، أود أن أشير من خلال تشرفي بخدمة مواقع متعددة أن التنمية في وطننا المبارك ارتبطت بمراحل متعددة، وهذه المراحل التي مرت بها التنمية من تأسيس البنية الأساسية إلى التوسع الشامل في مجالات متعددة وإلى المرحلة الحالية التي انطلقت بالتركيز على الجودة في مجالات التنمية عمادها الاستثمار في الإنسان بكل ما يتطلب هذا الاستثمار وهذا التجويد من مقومات تمكنه من صنع المستقبل بمشيئة الله. وإذا تحدثنا عن الإنسان في بلادنا فعموده الشباب الذين يمثلون 65% من مجموعه، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإطلاقه مشاريع جبارة تعليمية واقتصادية وثقافية. ومن المهم التأكيد في هذه المناسبة على مبادئ أساسية لا تخفى عليكم، وهي أننا نرتبط ارتباطاً وثيقاً في تنميتنا بما يلي: أولاً، ديننا الإسلامي العظيم، حيث أن المملكة العربية السعودية شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وبأن الكعبة المشرفة هي قبلة أكثر من 1,600,000,000 مسلم، وأنها أي المملكة في كل عام تستضيف ملايين المسلمين في أكبر تجمع للسلام والمحبة. ثانياً، وحدة هذا الوطن التي أنجزها المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بعد 1,000 سنة من تفرق أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية، وأن هذه الوحدة نبعها من القلب ودوافعها رغبة كل فرد من أبناء هذا الوطن في مشاركة قيادته ترسيخ هذه الوحدة والمحافظة عليها بحثاً عن الأمن والاستقرار قبل أن يكتشف أي ميزات مادية، فقد كانت ولله الحمد دوافع دينية ووطنية عظيمة ندعو المولى عز وجل أن يديمها. ثالثاً، الاكتشاف العظيم لثروات الوطن والتي جلبت خيرات كانت من أهم عناصر وصولنا لما وصلنا إليه من تحديث وتطوير عماده الشباب، فهم الماضي والحاضر والمستقبل. ومن هنا فإن إدارتي لهذا الحوار تملي علي أن أؤكد على أن مسارنا في الحوار يرتبط بمبدأ أن تزداد قناعتي بأهميته يوماً بعد يوم، وهو أن الحوار هو في أساسه ارتباط بالأصل الذي هو ديننا، واتصال بالعصر الذي هو في مجال نقاشنا في هذا المنتدى، وعبر التحديث والتطوير والسؤال كيف نستطيع التوفيق بين التزامنا بديننا العظيم وما يشهده العالم من تطورات هائلة في جميع المجالات وأهمها الثورة التقنية وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، وتحول العالم إلى قرية صغيرة تنتقل منه الإيجابيات والسلبيات بسرعة البرق. ونؤمل أن تسفر هذه الفعالية عن الطموحات والآمال المنوطة بتنمية الشباب
من جهة، وأن تعكس في وقت نفسه الرؤية الاستراتيجية للتنمية في الخطة الخمسية التاسعة التي خصصت فصلاً مستقلاً لأول مرة عن الشباب والتنمية، لتعكس المفهوم الحديث للتنمية وتؤكد على أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها ووسيلتها، وتشدد على أهمية الاستثمار في الشباب ضمن عملية التنمية لما في ذلك من مردود إيجابي في جميع مجالات الحياة. واسمحوا لي أن أعدد بعض قضايا الشباب السعودي والمتنوعة، ومنها أن مسألة الاهتمام بالشباب لم تعد ظاهرة محلية أو إقليمية، إنما ظاهرة عالمية، لما للشباب من دور بارز ومميز في دعم المسيرة التنموية الشاملة لما يملكه من طاقة وقوة وحيوية ودينامية. لذا يجب بذل المزيد من العناية والجهد والالتزام لإعدادهم ورعايتهم، فبقدر ما يحصلون عليه من الإعداد السليم بقدر ما نحصل على خبرات وكوادر بشرية قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية. توفير البيئة المناسبة للشباب والتأكيد على التمسك بالثوابت الشرعية والوطنية وتكريس ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال. وفي هذا الخصوص سنشير بعد قليل إلى تجربة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مع فئة الشباب الشريحة الرئيسة المستهدفة، ولهم أغلب الرسائل الموجهة، فاللقاءات الوطنية لا تخلو عن مشاركتهم، وسيتم استعراض جميع ما عملنا في هذا المجال من واقع اللقاءات الوطنية التي تم إعدادها والتي يجب أن لا أكررها ستقال بعد قليل. ثلاثة، الفراغ التربوي الذي يواجهه الشباب بفعل ثورة الاتصالات والعولمة بأبعادها وأنماطها المختلفة، ذلك أن هذه الثروة قربت المسافات واختزلت الزمن، مما أدى إلى أن يعيش بعض الشباب في ظل أجواء عالم متغير. ولعل السبيل لمجابهة هذا الوضع يكون من خلال زيادة الوعي لدى الفرد في المجتمع والتكيف مع التحولات الجديدة والتسلح بالتفكير العقلاني والمستقبلي والإبداعي. طبيعة مرحلة الشباب كونها مرحلة قابلة للإرشاد والتوجيه والمشاركة من خلال إطر المجتمع عبر مؤسساته الرسمية والأهلية في التوجيه نحو غرسها وتعزيزها في نفوسهم، لذا نؤمن بأهمية الإعداد الجيد والتدريب والتأهيل للقوى البشرية، فلا تنمية شاملة بمعزل عن استثمار طاقات الشباب في جميع المجالات. تعزيز دور الشباب وتفعيله في المشاركة والتنمية والسلام وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن ومعرفة مواقع الخلل والفشل وتقليصها وتعظيم فرص النجاح. ضرورة علاجة مشكلة عدم توفر فرص عمل مناسبة للشباب والشابات وفتح آفاق جديدة لهم. خلق مناخ للحوار على جميع المستويات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية تشارك فيه جميع فئات الشباب من طلاب مدارس وجامعات وموظفين للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم للتعرف على مشاكلهم بهدف بناء الثقة في أنفسهم. زيادة الخدمات الترفيهية العامة كالساحات والملاعب الرياضية والقاعات الترفيهية والخدمات الساحلية والبرية والأندية العلمية وغيرها بهدف استقطاب الشباب لقضاء أوقات فراغهم في الأماكن المناسبة اجتماعياً. تحقيق تكافؤ الفرص بين الشباب في التعليم والتوظيف والرعاية وعدم المحاباة في المسؤولية وفي الوظيفة بهدف نشر الإطمئنان والعدالة بينهم. تعظيم قيم التماسك والتكافل الاجتماعي من خلال إعلاء القيم الإسلامية الأصيلة وإكسابها للشباب حتى يمتلك مقومات الارتقاء على سلم البناء الاجتماعي. إعداد المزيد من الدراسات المتعلقة بمشكلات الشباب وفقاً للقضايا الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأسرية. وأعتقد أننا من خلال الحوار ومن خلال مؤسساتنا المتنوعة واجب علينا اليوم قبل الغد أن نشرع في وضع استراتيجية يتناغم فيها دور المسجد مع دور المدرسة ومع الأسرة بجميع مكوناتها لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال المنطلقة من ثوابتنا الشرعية والوطنية. واسمحوا لي أيها الشباب والشابات أن أقول بعد أن شاركنا في هذا المنتدى واستمعنا إلى نقاشات مستفيضة في مجالات تنموية متعددة
أعتقد أنه آن الأوان للتركيز على الجانب الفكري، وهل تتوافق رؤانا الفكرية وحراك المجتمع الثقافي مع تطوراتنا المادية؟ هل يوجد لدينا مصطلح علماء الاجتماع في تسميته الهوة الثقافية؟ هل أصبح خيار بعضنا إما التشدد ورفض كل فكرة تنموية أو تحلل وارتباط بثقافة لا تتوافق مع قيمنا الدينية والاجتماعية؟ يجب أن نكون صرحاء ونحدد مساراتنا الوسطية المعتدلة التي تتوافق مع طموحاتنا في تنمية مستدامة، لكنها أمور ملحة يثيرها الشباب ويقدمون فيها عصارة فكرهم بحثاً عن مسار فكري آمن لا تطرف فيه ولا تحلل. نريد فعلاً أن يلمس الشباب مسارهم في التنمية واضح ومحقق لطموحاتهم، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو ترفيهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترك المجال الآن للأستاذ الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بد من توجيه الشكر لمنتدى جدة الاقتصادي لإتاحة هذه الفرصة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في هذا اللقاء الطيب أيضا مع الشباب والشابات، وكما أشار معالي الأمين العام إلى أهمية هذه الفرصة، والمركز جدا سعيد في المشاركة فيها. حقيقة اليوم نريده يعني بدلا أن نتحدث كثيرا نريد أن نستمع أيضا إلى ما سوف يطرحه الشباب في هذا الملتقى، وأيضاً مقترحاتهم ورؤاهم لمسيرة الحوار الوطني. اليوم بالمناسبة صباح هذا اليوم كان هناك ورشة أقيمت في جدة لتقويم مسيرة الحوار الوطني، وكنا نتطلع إلى أيضاً أن نستمع إلى فئات مختلفة في هذه الورشة التي أقيمت صباح هذا اليوم إلى رؤية المجتمع نحو تطوير مسيرة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وإن شاء الله أيضاً في هذه الجلسة سوف نستمع أيضاً إلى رؤية الشباب وإلى طروحاتهم. وأنا كما قلت يعني حنا في الحقيقة ممكن اليوم أن نستمع أكثر مما نتكلم أو نطرح يعني بعض الرؤى في ذلك. فقط بعض التعقيبات البسيطة قبل أن نعطي الفرصة لزملائنا من الشباب أيضاً الذين يحضرون من المركز اليوم. أود أن أقول أن المركز ومنذ تأسيسه كانت الفكرة لديه أن يكون حاضنة فكرية للشباب، أن يكون حاضناً لأفكار الشباب ولتطلعاتهم ولرؤاهم. ولذلك ومنذ اللقاء الحقيقة الأول أو الثاني كانت مشاركة الشباب حيوية وفعلية وأساسية في كل الملتقيات التي أقيمت، بل إن امتداد بعض اللقاءات الوطنية التي أقيمت لاحقاً كانت هي نتيجة لرؤى ومقترحات بعض الشباب الذين شاركوا في الملتقيات الأولى. الجانب الثاني هو ما يتصل بموضوع تمكين الشباب ومشاركتهم. اليوم لدى المركز أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة. هؤلاء الشباب والشابات يشاركون في مختلف أنشطة المركز، ونحن الحقيقة سعداء جداً بما يقومون فيه. يعني لدينا مثلاً برنامج قافلة الحوار، والشباب إن شاء الله سوف يتحدثون عن غالبية من يقومون يعني على هذه القوافل الحوار هم من الشباب والشابات المتطوعات. فأيضاً اليوم هي فرصة لأن ندعو الموجودين من الشباب والشابات في أن ينضموا إلى مسيرة المركز وأن يشاركوا في برامجه المختلفة المقدمة للمجتمع لنشر ثقافة الحوار. الجانب الآخر والذي حرص عليه أيضاً المركز هو ما يتصل بتأهيل الشباب للحوار مع الثقافات العالمية. والمركز الحقيقة لديه برامج متعددة وطموحة من أجل أن نعد هذا الشاب والشابة السعودية لأن تكون مؤهلة وقادرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى، خصوصاً أنه لدينا الحقيقة في المملكة ملايين من القادمين من دول ومجتمعات أخرى، ولذلك المتوقع أيضاً أن يكون لدى شبابنا هذه القابلية والقدرة
للتفاعل مع الثقافات المختلفة، وفي ظل أيضاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. حقيقة المركز حرص كثيراً على إشراك الشباب، على أيضاً استقطابهم لأن يكونوا مشاركين في كل برامجه وفي أنشطته، ولذلك أنا أعتقد أني لن أطيل أكثر من ذلك. سأعطي الآن الفرصة للزملاء الأستاذ علي الشهري والأستاذ عبد الله الخريف، هم من أعضاء اللجنة الشبابية، واليوم وكما وجهنا معالي الأمين العام أردنا الشباب أنفسهم أن يقدموا هذه البرامج إليكم، فهي من الشباب أيضاً وإليهم. هو الحقيقة عرض مختصر إن شاء الله لن يكون مطول، وبعد ذلك نطلع إن شاء الله إلى فتح الحوار مع معالي الأمين العام ونستمع إلى الطروحات الأخرى. فنبتدي بالأخ علي، إذا كان ممكن تفضل. الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونسعد بهذه الفرصة باللقاء بكم وبالتعريف بأنشطة المركز التي تمكن الشباب من خلال الحوار. وكما تعلمون أن المركز تأسس عام 2003، الآن مضى على تأسيسه 10 سنوات، ويأتي هذا التأسيس تجسيد وتفعيل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، في أن الحوار هو الوسيلة المثلى لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح في المجتمع السعودي. وكما تعلمون أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي هي نسبة كبرى، لذلك المركز حرص على أن يشرك الشباب في جميع اللقاءات الوطنية التي عقدها المركز في مختلف مناطق المملكة. وأفرد المركز أيضاً لقاء خاص بالشباب، وعقد 13 ورشة تحضيرية شاركوا فيها الشباب من مختلف مناطق المملكة همومهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بقضاء التعليم المجتمع وغيرها. ولاحظ المركز أن كان عند الشباب هاجسين رئيسيين اللي هم التعليم والعمل، وهذا ما جعل المركز أيضا يعقد لقاء لاحق عن قضايا التعليم والعمل، وأشرك الشباب فيها وجلسوا وجها إلى وجه مع القيادات في القطاع التعليمية وقطاعات العمل. أيضا المركز كما تعلمون أنه مهتم بالقضايا الفكرية ولقاءات الخطاب الثقافي السعودي، وكان الشباب أيضا يناقشون قضايا مثل المناطقية والقبلية وأثرها على الوحدة الوطنية والتصنيفات الفكرية، وهذه القضايا يطرحها الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جعل المركز أيضا يعقد لقاء خاص بالشباب يناقش الحراك الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي. المركز أيضا نشيط وحريص أنه يكون مع الشباب من خلال مواقع السوشيال ميديا، عندنا حسابات على تويتر، الإنستغرام، الفيسبوك، أيضا عندنا قناة على اليوتيوب، برنامج فكاهي طريف في قالب خفيف يناقش قضايا الحوار. أيضا عندنا قناة حوارات المملكة، وهي قناة جاءت مبادرة من شركة جوجل، حيث يتم استضافة شخصية معروفة ويتم طرح عليها الأسئلة، تكتب الأسئلة بالإنترنت ويتم كتابة التعليقات ويتم التصويت على الأسئلة، والأسئلة الأكثر تصويتاً تطرح على الضيف ويجاب عليها من خلال فيديو ينشر على موقع اليوتيوب. أحياناً تصل أسئلة كثيرة، تجمع الأسئلة وترسل في ملف إلى الضيف أو الشخصية المعنية. هذه القنوات يعني من أجل تمكين الشباب محلياً. أيضاً المركز ساهم في تمكين الشباب على المستوى الدولي، شارك الشباب السعودي في لقاء المملكتين، شباب من المملكة العربية السعودية وشباب من المملكة المتحدة، شارك الشباب في الندوة الدولية للشباب والمستقبل والتي أقيمت في تونس، شارك الشباب السعودي في سفينة السلام، وكانت فكرة السفينة جميلة جداً، شباب من مختلف الأجناس والأعراق يسافرون في رحلة حول العالم يتعرفون فيها على ثقافات بعضهم البعض. أيضاً المركز مكن الشباب من المشاركة في منتدى الشباب الذي يقيمه اليونسكو، شارك شباب من المملكة العربية السعودية، كان لهم مشاركات فاعلة وإسهامات كبيرة جداً. المركز أيضاً نظم مؤتمر اليونسكو الذي عقد مؤخراً في مدينة جدة، كان مؤتمر دولي شاركوا فيه من أكثر من 30 دولة شباب وفتيات، وشاركوا أيضاً وتطوع فيه مجموعة من الشباب في المملكة، حتى شفت بعضهم
كان موجود معنا في القاعة من الناس اللي شاركوا مؤخرا معنا في المؤتمر السابق، ناقشوا في المؤتمر طبعا وسائل تعزيز الحوار الحضاري بين الثقافات. أيضا المركز حرص أنه يدخل الشباب في هذا التدريب وأنه تكون مهاراتهم في الحوار والتعامل مع الآخر مصقولة بشكل جيد. عندنا الشباب يأخذون دورات في أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي. المركز لديه الآن أكثر من 2800 مدرب ومدربة، استفاد من برامج المركز التدريبية قرابة 1,000,000 مستفيد. أيضاً المركز يحاول أنه يمكنهم فكرياً ومعرفياً من خلال كتب وإصدارات يقدمها المركز تناقش قضايا الشباب وأيضاً موجهة للشباب. المركز أيضاً قدم برامج يديرها الشباب بأنفسهم في اللجان الشبابية، سوف يشرحها زميلي الأستاذ عبد الله الخريف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد أني أقف أمامكم اليوم وأكمل ما بدأه زميلي علي في البرامج وتمكين الشباب من خلال الحوار. أبتدأ في البدء البذرة التي خرجت منها هذه البرامج تعود لعام 2004 عندما المركز عزم على عقد لقاء وطني عن الشباب، فشكل لجنة شبابية تولت الإشراف وإدارة كل الورش التحضيرية التي عقدت في جميع مناطق المملكة 13. بعد ذلك أصبحت هذه اللجنة دائمة في المركز وتعمل كلها من الشباب متطوعين ومتعاونين، أخرجوا لنا هذه البرامج التي ترونها، سأستعرضها بشكل سريع. هذه عبارة عن قاعدة معلومات تطوع أو بيادر، مشروع بيادر، هو يحوي أكثر من 1500 متطوع شاب وشابة، كلهم يساعدون المركز في مشاريعه التي سنستعرضها أيضا. يمكن الآن الدخول على موقع المركز، ونأمل منكم إن شاء الله الدخول إلى موقع المركز والانضمام لنا في هذا المشروع. المشروع أيضا قافلة حوار، هدف المركز من هذا المشروع أن يصل إلى الشباب في الهجر والمحافظات ويقدم لهم برامج تدريبية. المركز في المرحلة الأولى قام هذا المشروع في منطقة الرياض، استفاد من أكثر من 3,800 طالب، حضروا يوم حواري متكامل، حصلوا عليه على دورات تدريبية وحضروا الفعاليات المصاحبة. لم يقتصر الأمر على ذلك، جميع الساكنين في هذه المحافظات والهجر تم توزيع لهم الحقائب والكتب، وأيضا خطب الجمعة تفاعلت في ذلك في نهاية الأسبوع مع مشروع المركز. أيضا هذا مشروع جسور هو عبارة عن التواصل والحوار الحضاري مع مختلف الثقافات. مقهى الحوار هو عبارة عن مقهى حواري شبابي، المركز هدف منه خلاله أن يلتقي بالشباب في جو بعيد عن الرسمية واللقاءات المباشرة. عقد من خلالها استضاف فيها شخصيات رسمية وأيضا استضاف شخصيات شبابية، كان آخرهم الرحالة المعروف عبد الله الجمعة، تحدث عن ثقافة السفر. برنامج سفير الحوار الحضاري استهدف فيه الجاليات المقيمة في المملكة. نحن نعرف عندنا مجموعة كبيرة من السفارات ومن البعثات الدبلوماسية لديهم أفراد وأولاد يدرسون في المدارس السعودية، استطاع المركز من خلاله أن يمزج ويدمج هؤلاء الشباب مع الشباب السعودي، يتبادلون في الثقافات المختلفة. هذا مشروع أيضا موجه، حوارنا فن موجه للأطفال، يهدف المركز من خلاله إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح من خلال استخدام الرسومات والمجسمات الفنية. هذا اللقاء السنوي للشباب أقامه المركز، اللقاء الأول في مدينة الرياض، يلتقي فيه الشباب يتناقشون فيه حول مواضيعهم وهمومهم، والتطوع أيضا كان مجال النقاش في اللقاء الأول. اللقاء القادم إن شاء الله سيكون في منطقة مكة المكرمة في نهاية هذا العام. خرج من هذا اللقاء فكرة المشروع تمكين، وهو حوارات للشباب. المركز لاحظ أن الشباب لديهم كثير من الأفكار والهواجس يتبادلون ويتناقشون حولها في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، ولكنها لا تصل إلى المسؤولين. فجاء المركز ووضع لهم منصة يجتمع فيها الشباب، يتحاورون فيما بينهم، يرشحون الأفكار التي يرونها مهمة ويأملون أن تخرج إلى النور، يقوم المركز ويبلورها من خلال هذه المبادرة ويربطهم بالمسؤولين. عقد المركز 3 ورش عمل في جدة وفي الرياض وفي الدمام، خرجوا بهذه المبادرات، تم الترشيح وتصويت الشباب على المبادرات، فخرجوا بهذه المبادرات الثلاث عن القطاع الخيري
وعن القطاع الحكومي وعن القطاع الخاص مشروعات تنموية إن شاء الله المرحلة القادمة. المركز يعتزم جمع هؤلاء الشباب في لقاء مفتوح مع المسؤولين والجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الأفكار والمبادرات لترى النور بإذن الله قريباً. نتمنى إن شاء الله منكم أن تتواصلوا مع المركز من خلال موقع اللجنة الشبابية وأيضاً التسجيل في قاعدة معلومات حوار. بعد العرض المبسط اسمحوا لي أن أقدم لكم أيضاً مقطع فيديو لمدة 3 دقائق 4 دقائق يستعرض فيه الصور للفعاليات التي قامها المركز، وشكراً لكم. الآن أترك المجال لمعالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لبدء الحوار الفعلي مع الشباب. ونعود مرة أخرى ونذكر بأن الحوار مخصص للشباب، فأرجو من السادة الحضور إعطائهم الفرصة الكاملة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. تفضل معاليك. على إدارة الحوارات أخذت الميكروفون قبل ما تسمح لي، آسف جدا. عموما هذا اللي عرض من مسيرة الحوار وغيرها من عروض تتعلق بإنجازات الحوار خلال 10 سنوات. نحن هذا الصباح كنا في مناقشة ورشة عمل هنا في جدة لتقويم مسيرة الحوار، وكذلك أقمنا ورشة في المنطقة الشرقية وفي الرياض، وعلى استعداد اليوم لسماع آراء الشباب والشابات في لنحاول أن نكمل هذه المسيرة وأن تحظى بالتطوير، ونرجو إن شاء الله أن توافق مع توقعاتكم. أنا أترك المجال للمداخلات وعلى استعداد للحوار معكم، لكن نرجو أن نلتزم ببعض الأمور، منها أن يكون المداخلة مدتها قصيرة عشان نتيح الفرصة لأكبر قدر ممكن، وثانياً أن أنا لا أرى حقيقةً من يرفع يده من الأخوة والأخوات. نريد أن نخصصها لفئات الشباب والشابات، خلونا نحدد فئة عمرية علشان ما ننتقل إلى يعني أنا غير مسموح لي بالمداخلات بحكم أني أنا تعديت مرحلة الشباب، فلو سمحتوا نأخذ من القاعة. تفضل يا أخوات، تفضلوا إذا كان، أنا لا أعرف والله صراحة، لكن أرجو أن تساعدوني المنظمين. تعريف الاسم وبعد ذلك المداخلة. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب شباب القلب على قولتهم يعني، معليش إن شاء الله نلاحقين لسه على الشباب إن شاء الله. منيرة الغامدي، مديرة الشراكات الاستراتيجية والجودة في مؤسسة الملك خالد الخيرية. طبعاً تعزيز يعني المركز دوره واضح وملموس الحقيقة في مجال فيما يتعلق في تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر. لكن يعني أنا أبغى أسأل من وجهة نظركم، يعني ما هي أهمية تعزيز هذه الثقافة من مراحل التعليم المبكرة، يعني تدريب الصغار يعني من حتى من قبل الأولى ابتدائي من المراحل الابتدائية التمهيدي، على أهمية يعني تنمية ثقافة الحوار وتقبل الآخر والتعامل يعني يكون بين الناس على أساس إنساني بعيد عن الجنسية وبعيد عن الدين. شكرا. شكرا. ناخذ كذا مداخلة وبعدين ممكن على تفضل يا تفضل. ناخذ مداخلتين من هنا ومداخلتين من الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اولا طبعا انا سعيده ب ب ب الاسم لو سمحتي. انا جدا سعيده ب يعني عفوا نوال عثمان. تفضلي. طيب. سعيده بهذه المبادرات الوطنيه، ولكن ما يقوم به المركز يشكر عليه، ولكن نحتاج أتوقع أننا نحتاج المزيد والمزيد. يعني مثلاً في تمكين 3 ورش عمل في السنة، أتوقع أنه نحتاج في كل مدينة حيوية لأكثر من مركز، لأنه كان من المفترض أنه يعني كمجتمعات إسلامية مصدرة لهذا الفكر الراقي، المفروض أنه يكون من عندنا هذا التصدير للعالم. فإحنا محتاجين المزيد والمزيد حتى تصبح ثقافة مجتمع هو من يسطر أبجدياتها للعالم. هذا ما يعني كنت أريد أن أشير إليه. ثانياً، الشباب بصفة عامة دائماً يشار أنه يعني هذا الشيء أدرك كان مبكر أو غير مبكر، أهميتهم ووجودهم يشار إلى وجوده يعني الاهتمام فيهم في خطط التنمية. إحنا ما نبغى هذا الإشراك من قبل يعني التخطيط فقط، ولكن المشاركة الفعلية للشباب، لأن والله عندنا ثروات وقدرات عقلية المفروض هم يعني هذا وقتهم، هم رجال هذا الوقت، وهم من يضعوا يعني الخطط، يعني يستعان بهم كمستشارين. شكرا. شكرا. ناخذ مداخلتين من الجهة الأخرى. تفضلوا. تفضل. طالب بقسم الإعلام بجامعة أم القرى. أنا رأيي أن الحوار مع الشباب يجب أن تكون يعني ثقافة مغروسة في كل مراحل التعليم، حتى يتأسس الشاب وينمو على وعي وعلى قدرة على الحوار. يعني ما نراه الآن يعني للأسف ظاهرة ملاحظة، تجد أن الأشخاص سواء من صغرهم سواء أطفالاً ثم يمرون بمرحلة المراهقة ثم شباباً يخافون من التعبير. يعني تلاقي الطالب يخاف أن يعبر أمام المدرس، والابن يخاف أن يعبر عن أمام أباه، وإحنا في الجامعة أحياناً نخاف أن نعبر أمام الدكتور، وهكذا دواليك تستمر هذه السلسلة. فأنا رأيي أنه يجب أن تكثف هذه النقطة، ويجب أن نعمل على تغييرها وتغيير هذه الثقافة. شكرا. هناك نقطة أخرى، عفواً، هناك نقطة أخرى. أنا برأيي أن الشباب يجب أن يحصلوا على فرصتهم، أنه ليس من المعقول أن يسعى الشاب ويحاول أن يفعل المستحيل حتى يحصل على فرصته وهو في 40. أنا أريد أن أحصل على فرصتي وأنا 25-23 سنة، لأن عندي طاقات. شكرا. شكرا. مداخلة ثانية. السلام عليكم. سهيل بديوي، مهندس صناعي بجامعة الملك عبد العزيز وأحد العاملين في مجال التطوع. إذا تسمح لي أستاذ فيصل، لي 5 نقاط سريعة. أول نقطة، الآن المركز بيقوم بدوره مشكورا، لكن ما وجدنا أي شراكات مع القطاع الخاص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني طبيعة العمل الحكومي دائما إذا جول الشباب ولفئة الشباب يكون أثقل شوي على النفس من إنه مثلا يجي أحد في تقريبا في نفس المستوى. كقطاع حكومي دائما الشباب يقول لك والله الإجراءات والأشياء اللي تروح، لا خليني بعيد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، المركز وجوده مشكورا، لكن يعني كوجود في عالم التطوع ما في أي دور ملموس تقريبا للمركز في المجتمعات اللي موجودة فيها الشباب. أوكي، ممكن يكون موجود في أماكن أخرى، لكن في أماكن الشباب يعني بالكاد إنه يوجد.
النقطة الأخيرة إذا تسمح لي، الآن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هل له أي دور مشترك مع جهات التعليم العالي وجهات التعليم العام؟ هذا اللي عندي وأشكر. شكراً لك، شكراً. أربع مداخلات، أنا من أجل الوقت وحتى لا تدخل في عالم النسيان من قبلي، يعني لأنه أريد التعليق على بعضها الحقيقة إذا سمح لي الدكتور فهد. مداخلة الأستاذة منيرة أنه يجب أن يكون الحوار تربية منذ الصغر، أنا أشارك هذا الرأي. وحقيقة عندما تشرفت بالخدمة في وزارة التربية والتعليم كان من أولويات الوزارة مع أخي سمو الأمير فيصل أن نحاول إدخال الحوار في جميع مناهجنا الدراسية وكذلك في أسلوب تعليمنا. المشروع قائم وسيعزز بوجود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، وأنا من المتأكدين أن سمو الأمير خالد من المؤمنين بأن هذا هو الأسلوب. وتعلمون أن الأمير خالد جزاه الله خير هو الذي أطلق أيضا الفكرة الحوار مع الشباب ورعى هذه الفكرة في منتدى جدة الاقتصادي ومن خلال اللجنة الشبابية في جدة. فأنا أعتقد أن الحوار ضرورة جدا، والاستثمار فيه منذ الصغر هو أكيد له مردوده الاستثماري العظيم في تربيتنا. لكن هناك نقطة مهمة، أنا أعتقد أنه ليس المدرسة فقط نتحدث، أنا أشرت في كلمتي إلى دور المسجد ودور الأسرة، هي حقيقة ثلاثة أضلاع في المجتمع السعودي يجب أن تتوافق. لا نريد تناقض بين المسجد والمدرسة والأسرة، نريد أن يكون هناك توافق في كل هذا المجال من أجل أن يخرج لدينا شباب وشابات ومجتمع مؤمن حقيقة بدينه ومؤمن بثوابته الشرعية والوطنية، ولكن أيضا أن يقدم صورة معتدلة ورائعة لما يحققه الحوار من نجاح في هذا في حياتنا. أنا أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا ويجب أن نعطي الفرص. الأستاذة الأخت نوال تكلمت عن ورش تمكين وإعطاء فرص أكثر للشباب، إحنا بدأنا مشروع تمكين، لكن من أجل أن أكون واضح معكم، المشروع حقيقة ليس مشروع فقط مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المشروع مشروع مؤسسات المجتمع كلها الرسمية والأهلية، يجب أن تتضافر الجهود في سبيل تمكين الشباب وتقديم الفرص لهم. وعندما ذكر أحد الأخوة أن الشباب يجب أن يستفاد منهم في مرحلة عمرية مبكرة، أنا حقيقة من وأعوذ بالله من كلمة أنا من المؤيدين والمشجعين إلا أن الشباب يبدأوا بالعمل جزئيا في مرحلة الثانوية وأيضا التدريب من خلال الدراسة في مرحلة الجامعة والانضمام إلى سوق العمل في مرحلة مبكرة والمشاركة في كثير من الأمور التي تتعلق بمستقبلهم ومستقبل هذا الوطن. نحن في حاجة لمشاركة الشباب، وأعتقد أن هناك وعي الآن بأهمية هذا الدور، لكنه تحدثت عن أنه ربما يكون نظري في بعض مجالاته، نحتاج إلى التطبيق الفعلي ونحتاج إلى أن تكون ما ورد في خطة التنمية التاسعة مطبق فعليا في كل مؤسسة سواء كانت حكومية أو أهلية. نمر بمرحلة مهمة جدا، وإذا لم تستغل فيها جهود الشباب سنكون في ربما نواجه مشكلة. كان فيها الحقيقة ربما من بعض الأخوة عن ثقافة الحوار من خلال التعليم، هو حقيقة ثقافة الحوار ليس فقط من قبل التعليم كما ذكرت. عندنا الحقيقة أهم موضوع أؤكد عليه من خلال تجربتي في العشر سنوات، أن أرجو أن لا يكون في التناقض بين رسالة المسجد ورسالة المدرسة ورسالة الأسرة، يجب أن تتوافق هذه الجهود مع بعض وهذه المشاريع التربوية، وأن نحقق تناغم في هذا المجال بحيث يستفاد من جهود الشباب. الأخ محمد المختار والأخ سهيل بديوي كان علقوا على أشياء إعطاء فرص للشباب، أنا أؤيد هذا وذكرت أنه من المهم جداً إعطاء فرص للشباب،
وربما أن الآن نمر بمرحلة حقيقة بين انتقال الشباب السعودي من مرحلة الاعتماد على العمل الحكومي إلى الدخول في القطاع الخاص. والقطاع الخاص الحقيقة قطاع واعد، ومنتدى جدة الاقتصادي أكيد غطى هذه المسألة تغطية رائعة، لكن يجب التأكيد على أن هذا الدور مهم. وأود أن أذكر أنا تجربة بسيطة، تجربة جيدة، لكن تعاملت مع الشباب من خلال عدة مؤسسات. أستطيع أن أقول أن ما لمسته من إنجازات تحققت على يد أيدي فتياتنا وأيدي شبابنا أعظم من أي تصور يتصوره أي إنسان يطمح إلى أن يحقق الجودة في العمل. قدموا إبداعات في مجالات متعددة، يجب أن يعطوا الفرص، وهذه الفرص قادمة بمشيئة الله، ولكن يحتاج لنا أيضاً في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وفي غيره من المؤسسات أن نوصل هذا الصوت إلى كل صانع قرار. طبعاً القطاع الحكومي كما ذكرت وتفعيل دور الشباب والتطوع مهم جداً، وأثرنا هذا الموضوع في عدة جلسات من جلسات الحوار الوطني، لكن أيضاً يجب أن يتوسع هذا المجال، لأنه ما تحقق في جدة في بعض المناسبات، في بعض ما حصل فيه من أحداث ومشاركة شباب وشابات كانت رمز من رموز النجاح من قبل المتطوعين. لذلك أنا أعتقد هذا التوسع الذي حاصل من قبل الفتيات والشباب في مجال التطوع يجب أن يشجع ويجب أن يستمر إلى أن يصل عبر عمل مؤسسي منظم. في عدة أمور يجب أن نتحدث عنها، لكن أنا أقترح حقيقة إذا قبل شيخنا الفاضل الشيخ صالح أن تعقد حقيقة جلسات من خلال المنتدى الاقتصادي في عامه القادم إن شاء الله بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وبين الشباب. نريد أن نتفاعل معهم في مناسبات متعددة، نريد أن نتواصل، لأننا نحاول من خلال جهودنا أن نكون صوت موصل للأمانة التي حملنا إياها من خلال دور الشباب والشابات في هذا المجال، فنرجو أن نتمكن من ذلك شيخ صالح في المستقبل إن شاء الله. نأخذ مداخلتين أيضا من الأخوات ومداخلتين منهم. تفضل. تفضلوا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. أنا اسمي شيمان فايدي وطالبة جامعة عفت أول سنة في ريادة الأعمال. نعم. بصراحة أنا مهتمة أحضر زي هذه المؤتمرات عشان مستقبلا إن شاء الله نشوف وضعنا الحالي سواء في الشغل أو في وضعنا في البلد. يعني في النهاية إحنا اتفقنا الحمد لله أن رواد الأعمال هم أساس تنمية البلد وتنمية الاقتصاد واللي هو الإيمان خلال الشباب. فأنا ما شاء الله يعني عليهم كل المتحدثين اتفقوا على هذا الشيء وقالوا كلام مرة جيد، خصوصا كمان اللي ما شاء الله من دبي اقترح فكرتين وأنا برضو برجع عليها، اللي هي فكرة التجربة 3 سنوات في المشاريع وفكرة أطفال التاجر الصغير. هذه فكرتين فعلاً رائعة وأنا بس برجع أكد عليها. وكمان في حاجة أبغى المسؤولين كمان يسمعوها، إنه إحنا كطالبات، أنا بتكلم كمان بصيغة طالبات ريادة الأعمال وكمان طلاب، نبغى منظمة ريادة أعمال تحضننا، يعني تكون مسؤولة عننا من الصفر ألين ما ننشئ شركتنا اللي هي مهتمة في الاقتصاد. وكمان حابة كمان أقترح عليكم إنه تكون مثلاً في مواقع، أو لأن حاولت أبحث عن معلومات إيش هي النقصان في البلد سواء اقتصادياً أقصد. فهذه هي الأشياء النقاط اللي حابة أتكلم عنها، اللي هي نحتاج منظمة فعلاً تكون يعني ربحية لنا إحنا كمواطنين كاقتصاد بلد. وكمان حابة أعيد على النقطتين اللي قالها الأستاذ الفريد اللي من دبي، الفكرتين جيدة وشكراً لكم. شكراً. مداخلة ثانية، تفضلي. لجين العبيد من جامعة ريادة الأعمال والتكنولوجيا اليو بي تي.
أنا حابة أشكرك على أنك أنت وضحت فكرة أن الواحد لازم يشتغل وهو في المدرسة، نقطة مرة مهمة. بس إحنا حابين، أنا دحين في الجامعة يعني خلاص خلصت مدرسة، حابة أنه تسهلوا لنا الصعوبات اللي إحنا بنواجهها يعني عشان نلاقي شغل وإحنا بندرس في الجامعة دحين، وشكرا. والله إن شاء الله بعدين أقول لك. طيب ممكن نأخذ مداخلتين من الشباب، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مهندس معمر العطاوي، رئيس تنفيذي بنشيهون المقاولات. بحكم أنكم أيضاً الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان، حيث أنه قبل عامين في مؤتمر مكة الرابع الإسلامي الرابع أعلن عن مركز الملك مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، ألا ترى أنه في حكم انفتاحنا على الأديان الأخرى وحوارنا معهم وحوارنا مع المذاهب الإسلامية الأخرى، ليس من الأولى أن نكون أكثر انفتاحاً مع الجماعات الإسلامية داخل المذهب السني؟ هذا سؤال. شكراً. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم أخوكم عبد الله اليامي، خصائي اجتماعي. أولاً أحب أن أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، وكذلك أحب أن أشكر جميع المنظمين لهذا المنتدى الدولي الذي أنا أسميه والله منتدى جميل ورائع. ثانياً للذكرى فقط، جميعنا نعلم إن التنمية بدأت في المملكة العربية السعودية عام 1395 هجرية، 1975 ميلادي في عهد الملك فيصل، وكانت على خطط خمسية. وبعد توفيق الله المملكة العربية السعودية تطورت وتقدمت، ولا يعرف هذا الكلام إلا الذي سافر خارج السعودية وشاف. فلذلك سؤالي، مع التقدم الذي نحن فيه والحمد لله، هل للحوار الوطني يكون مع جميع الفئات؟ ولكم تحياتي وشكرا على حسن الاستماع. شكرا، جزاك الله خير. اذا سمحتوا لي طبعا انا اخذها مداخله. اولا الاخت شيماء، الحقيقه انه طبعا الاخت شيماء والاخت لجين طبعا عندهم الحقيقه طموحات كطموحات الشباب الاقتصاديه، اللي هو عمل ومستقبل وتنظيم، وهذه كلها الحقيقه امور مشروعه. أنا حقيقة أؤيد كثير من هالمجالات اللي طرحتيها، لكنها حقيقة هي أيضا تتعلق بمؤسسات الرسمية والحكومية، ونحتاج إلى أن نفعل هذه الاقتراحات عن طريق تنظيمها وتقديمها في تصورات من خلال اللقاءات اللي ننظمها. طبعا أنا أؤكد لكم أنه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال عمله ومن خلال مشاركاته المتعددة مع جهات أخرى أنه سنركز على كل قضايا الشباب في فترتنا القادمة. إحنا قررنا الحقيقة في المركز أن يكون عملنا في معظم مجالاته موجه إلى شريحة الشباب. ليش أقول الكلام هذا؟ لأنه 65% هم شريحة الشباب. ثانياً حقيقةً ما نسمعه اليوم من آراء تطرح من الشباب والشابات هي حقيقةً تسر، لأنه المستوى الحقيقة العالي والمرتفع للآراء التي تطرح والأفكار التي تقدم من الشباب والشابات، أصبحنا حقيقةً لدينا ما نسمعه الآن من خريجي ومنتسبي الكليات والمؤسسات التعليمية في المملكة، لكن أيضاً لدينا أكثر من 200,000 شاب وشابة في خارج المملكة وهم قادمون إلى سوق العمل. فلذلك هذا التفاعل العظيم بين ما تنتجه مؤسساتنا التعليمية في الداخل وفي الخارج يتطلب منا تهيئة المجالات وتوسيعها وتحقيق أيضاً جودة نوعية في كيفية
تفاعلهم مع العمل وتحقيق آبائهم وطموحاتهم. أنا الحقيقة معاكم في هذه الـ ليست أمنيات ولكنها مطالب مشروعة وربما تحقق إن شاء الله قريباً في بمختلف التصورات. يعني إحنا تتكلمين عن منظمة ريادة أعمال أو جمعية أو المهم تكون مظلة مؤسسية، هذه حقيقة ربما تساهم في مساعدتك في ما طرحتي. المهندس مهند والأخ عبد الله، يعني عندما نطرح قضية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن 2003 عندما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله مشروع الحوار الوطني، أرجو ولكن اسمحوا لي عندما أتكلم للشباب وشابات أن أريد أن نذكر من هم في عمرنا بأنه في ذلك الوقت ربما كانت كلمة الحوار غريبة على مفرداتنا. كنا حقيقة لا نخجل من فتح نقاشات في كثير من الأمور، سواء كانت أمور دينية أو أمور تعليمية أو ثقافية أو اقتصادية أو غيرها، كنا نتردد في طرحها. كان الحقيقة الحوار عندما في بدأنا جلسات الحوار الوطني وربما كسرنا الحواجز النفسية في قضايا كثيرة تتعلق بالحوار، انتقلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي بناء الثقة بين مكونات المجتمع السعودي. عندما نتحدث عن المجتمع السعودي نتحدث عن شرف خدمة الحرمين الشريفين، مكان مملكة تحتضن الحرمين الشريفين، تحتضن الكعبة المشرفة، أكثر من 1,600,000,000 مسلم يتجهون للمكان المقدس 5 مرات يومياً. إذن يجب أن يكون هذا المكان هو الحقيقة كما ذكر أحد الأخوان والأخوات، أننا بجانب تصديرنا للبترول يجب أن نكون مصدرين إلى الآراء المعتدلة والآراء المنفتحة والوسطية التي أكد عليها ديننا الحنيف. لذلك هذا الموضوع مجال مهم جدا بالنسبة لنا، وسياسة واضحة لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية، ونرجو إن شاء الله أن تكون أيضا مؤسساتنا كلها سواء كانت تعليمية أو دينية أو ثقافية أو غيرها تطبق هذه الاقتراحات وهذه الأفكار التي تخرج من الحوار الوطني. لدينا شراكات متعددة مع الجامعات والمؤسسات الحكومية، لدينا رغبة في أن يكون الحوار طبع من طباع المجتمع السعودي وأسلوب حياة، لدينا رغبة في أن يكون أيضاً التواصل مع الآخر سواء اختلفنا معه في المذهب أو في الدين عبر الحوار. إحنا عندما نتحدث مع المذهب نتحدث على أننا كلنا نؤمن بديننا الإسلامي، لذلك حقيقة في كثير من اللقاءات التي عقدناها داخل المملكة وخارج المملكة عندما يتحدث الآخر مع المسلمين كنا نواجه سؤال ما هو مذهبك، نقول مذهبنا هو الإسلام. المذهب الحقيقي اللي كلنا وما يجمعنا هو الإسلام والكتاب والسنة، لذلك هذا التصنيف وهذه الأمور التي انتشرت في الفترة الأخيرة سواء عبر القنوات الإعلامية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، هذه حقيقة يجب أن نكافحها. أنا ذكرت في كلمتي أننا يجب أن نكافح التطرف والتحلل، لأن هذا هو أخطر ما يواجه المجتمع السعودي. أيضا ذكر الأستاذ عبد المهندس مهند أنه المركز الذي أعلن قبل سنتين للحوار بين المذاهب، هذا حقيقة توجه من خادم الحرمين الشريفين على 3 مستويات: المستوى المحلي هو الحوار الوطني، المستوى الإسلامي هو الحوار بين المذاهب، والمستوى العالمي هو الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وقد سألني بعض الإخوة عن تجربة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أعتقد أن هذه التجربة الحقيقة تستحق أن يسمح لي الشيخ صالح في جلسة قادمة أو في مناسبة أخرى أن أتحدث عنها، لأنها الحقيقة تجربة ستسر بمشيئة الله كل مسلم وكل سعودي، لأنها من التجارب العالمية الرائدة بعد أن تكون هذا المركز في فيينا وأصبح مؤسسة دولية ترعى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ونرجو إن شاء الله، أنا أعلم أنه مركز الحوار بين المذاهب تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، ونرجو إن شاء الله أن يوفقوا في إنجاز هذا المركز. نحن طبعاً أنا ربما غطيت بعض الأمور، لكن نرجو إن شاء الله أن نواصل الحوار إذا سمحوا لنا المنظمين.
تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هلا مرحبا. وشكرا لحضوركم ومشاركاتكم، واحنا مقدرين جدا للشيخ صالح كامل حضوره ما شاء الله في هاليومين، احسه بذل جهد معانا وعطاءه مثمر ما شاء الله دائما. هيفاء الجشي، شركة مدى التنمية. ابغى اتكلم عن فترة جيلكم، احس كانت جدا جدا التعليم كان فيها متطور عن الان، يعني زمن خيلاني وابائنا كانوا مدارس حكومية فيها مدرسين أجانب يدرسوا اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، يعني لما يحكونا احنا ما نصدق، نحس كأنه كانت برايفت سكول. يعني هذا شيء. الشيء الثاني، انا بحكم نشأتي وعيشتي كانت في المنطقة الشرقية، عندنا شركة أرامكو، كنا في المدرسة عندنا خلاص سمر في الصيف، سمر بروجرام قبل ما نسافر مع الوالد إجازة، إيش أنا أحب أتخصص لما أكبر وأدخل جامعة، نشتغل في أرامكو مثلاً مختبرات، أشتغل في قسم المختبرات. وأنا كنت صغيرة، كلنا المنطقة بهذا الشكل، يعني نتنافس الطلاب والطالبات، مليانة أرامكو تصير في الصيف. تخيل يعني أنا تكون عندي تصور إلى تخصصي اللي حدرسه في المستقبل وعلى أساسه أمشي فيه ولا أغير رأيي. نعم. هذا الشيء ثقفونا طبعاً. ولقيت بعدين لما كبرنا وصرنا أمهات، ربينا أولادنا على سياسة الانفتاح والحوار، ودائماً يدرسوا سمر سكول برا. ففي مدرسة أكاديمية مشهورة، فيليب إكزيتر في نيو هامشير في أمريكا، في بوسطن، هذه مدرسة يعني طاولة مستديرة مثلاً عندها ماث بروجرام. إذا ممكن الاختصار لأنه في أوكي. كتير يعني يعطوهم مسألتين يناقشوهم فيها لمدة 4 أيام، هذا يلا اخلقي وابدعي وفكري. نعم. في الحل. نعم. لما ترجع دائما لما ترجع وتدرس في السعودية تصير في يعني تصادم بين أسلوب التعليم الحقنا الحشو، دائما يجلس ويتلقى بس تلقين. فهذا اللي أحس اللي رجعنا لورا، ما في سياسة الحوار زي ما تكلم. نعم. تفضلت سيادتكم من شوي. نعم شكرا شكرا. لازم دقيقة بس، لازم يصير في احترام للطالب وعقليته وفكره على حسب عمره. وأعتقد أنه بدل الأسواق اللي مالية البلد لملينا منها، وين ما نروح في الحي يمكن ولا 3-4، سووا مراكز ثقافية. أوكي. تحتاج البلد في كل المناطق والأحياء إلى مراكز ثقافية تعلم النشأ الخطابة، نفتقد إلى الخطابة، أسلوب الخطابة. شكرا. تطوير الذات. شكرا. ويحدد ميول الطالب من هو في المدرسة يدرس إيش، مو لازم كلهم تخصص فيزيكس كيمستري ماث، صح ولا لا؟ شكرا جزاك شكرا الله. جزيلا، مع السلامة. شكرا. أنا طبعا إذا سمحتوا لي قبل ما نأخذ المداخلة بس تعليق سريع، يعني هذا هو حقيقة هذا الموضوع الآن، يعني من أجل أن نكون واقعيين ونرجو أن تسمحوا لي أن نكون في المنتصف بين ما تطالبون فيه وبين ما هو يطبق على أرض الواقع في مؤسساتنا التعليمية. أنا عشت في وزارة التربية والتعليم كنائب لوزير التربية والتعليم، واطلعت على خطط واطلعت على، لكن حقيقة ما لمسته في وزارة التربية والتعليم يحتاج فقط إلى صبر بعض الوقت. هناك خطط طموحة ولا أريد أن أتحدث عنها، لأننا لا أريد أن أبالغ في وصف ما رأيته بنفسي. مجتمعنا الحقيقة مجتمع يمر بمرحلة تحديث وتطوير، ويريد فعلا خلق توازنات معينة من أجل مشروع التحديث والتطوير. لذلك لكن حقيقة التفكير الذي يحصل الآن في من جهة الشباب هو حقيقة أسرع من بعض الخطوات التنموية، ونرجو إن شاء الله أن نسابق الزمن في اللحاق بما تطمحون فيه، وهذا هذه آمال، وإن شاء الله ننقلها للآخرين. تفضل، مداخلة مختصرة الله يرضى عليك، تفضل. بالنسبة للمراكز الثقافية، قبل 20 سنة كانت أختي عندها بحث في جامعة الملك فيصل في الشرقية كلية الهندسة، تخيل سوت البحث حقها على المركز الثقافي اللي في السويد،
من 20 سنة وإحنا ننجح ونقول نبغى مراكز ثقافية، نبغى مراكز ثقافية. والخطة اللي طرحها الملك عبد الله بالنسبة لمناهج التعليم جداً رائعة وقيمة، ويعني معظم الناس الواعيين اللي في سلك التعليم يعني ما ماشيين عليها، بس يقولوا لي اللي عندهم خبرة يقولوا لي العقليات سواء مديرات مدارس أو كوادر يفتقروا إلى الثقافة والفهم والوعي إلى هذه الخطة العلمية الراقية. يعني صعب، ما هم يقدروا يسووها بس مين يطبق؟ يعني عارف يعني هم مستواها أعلى من مستوى العام إلى اللي ماسكين الإدارات في المدرسة. شكرا. إذا تسمحوا لي فقط، يعني هو قضية المراكز الثقافية، أنا أعرف أنه الآن في توسع كبير في مراكز الأحياء، ومن ضمن مراكز الأحياء في تطور قادم إلى موضوع تقريبا، أنا أعتقد أنه مراكز الأحياء مع المكتبات مع المؤسسات الثقافية في كل محافظة ومدينة، أنا أعتقد أنها مهمة جدا وضرورة من ضرورات هذا العصر، وربما إن شاء الله أنها تكون جاية في الطريق. لكن بدي فقط علشان دائما ننظر بحيادية للأمور، وله عذر لنا صراحة، أنا ما أقدم أعذار عن في خطط التنمية ولا عن مجتمعنا. إحنا حقيقة ربما أنه يوجد في هذه القاعة من يحصل على مؤهلات عليا، وربما أن والديه لا يقرأوا ولا يكتبوا. يعني خلونا لا, 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 لا نخرج من هذا الواقع الذي عشناه في فترة زمنية معينة. في المنطقة الشرقية مثلا ثقافة أرامكو كانت لها تأثيرها السحري، لديكم أيضا في هذه المنطقة بحكم اتصالها أيضا بالحج والحجيج والمسلمين من كل مكان ومناطق أخرى، لذلك نريد تفاعل هذه الأمور بحيث أنها تنعكس على واقعنا. لكن ما زلنا أيضا أسيرين لماضي قريب كنا فيه لم نحصل على التعليم الوافي، وهي خبرات متراكمة، هذه الخبرات المتراكمة تنمو مع الوقت، ولكن أيضا هناك مطالب يجب أن نسرع بها وأن تتحقق على أرض الواقع، وأهمها وجود مراكز ثقافية في الأحياء، هذا أمر مهم جدا. خلصنا مداخلتين من هنا، نأخذ مداخل تفضل، بس لو سمحتوا اختصار الله يرضى عليكم. ها السلام عليكم، أنا لينا باكودح من جامعة عفت. حضرتك تطرقت لموضوع الأعمال التطوعية وجهود الشباب وأنه يشتغلوا كعمل مؤسسي. أنا عضو في مجلس اتحاد طالبة جامعات عفت. حقيقة أكثر شيء بنعانيه كشباب هي الإجراءات القانونية وتصاريح لهذه الفعاليات اللي بنسويها. فهل مركز الحوار الوطني له دور في أنه يساعد في دي الإجراءات والتسهيلات؟ والنقطة الثانية اللي حقيقة بنعاني منها خصوصاً يعني يمكن على مستوى محلي أو في جدة، إنه أحياناً بنحصل على تصريح وموافقة وبعدين بتتلغي الفعالية. بغض النظر عن سبب إلغاء الفعاليات، هنا مرة يكون في استهتار بجهود الشباب اللي انبذلت بأوقاتهم بالفلوس بالتنظيم اللي تعبوا عليه. فحقيقة هذه النقطة يحتاج تتناقش، نحتاج نعرف إنه إيش الأسباب ليه بيصير كده، وإحنا إنه بنشتغل حقيقة على خطط مبنية وعلى شغل مؤسسي يعني من جميع النواحي، من ناحية مالية من ناحية إدارية وشغل منظم يعني. فهذه النقطة تحتاج تتناقش حقيقة، نحتاج دعم يعني كبير. فما أعرف إيش مثل شباب الوطن إيش يقدر يساعدنا في النقطة. أنا والله لا أملك إلا أن أقول أنا دعوتك هذه لازم نبذل جهدنا فيها، ربما من خلال الحوار الوطني نستطيع مساعدتك، لأن ما طرحتيه حتى بأسلوبك فهو أسلوب رائع وتشكرين عليه. فتفضلوا ناخذ منه. تفضل مداخل الشيخ صالح، طولنا احنا شوي، ربما تفضلوا مداخلتين، وعشان ما نريد الحقيقة نكون اون تايم يا عشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي خالد المالكي. أحب أشكركم وأشكر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على ما تقومون به من جهود. سؤالي هو إلى أي مدى يتم متابعة توصيات الحوارات التي يرعاها المركز؟ يعني المركز مشكوراً
قام بعدة حوارات على مستوى المملكة. المهم هو متابعة التوصيات التي تخرج وتطبيقها على أرض الواقع. ليست المسألة مسألة أنه نجتمع ونتلقى اقتراحات ومن ثم كل شيء يذهب هباء منثورا. كلامي هذا ينطبق أيضا على منتدى جد الاقتصادي اللي أشكر القائمين عليه. شكراً. أتمنى أن يكون في تفعيل للتوصيات وأن يكون في متابعة لها أيضا ومتابعة لمدى تطبيقها حتى تعم الفائدة للجميع. وشكرا جزيلا. واضح رأيك، شكرا. آخر مداخلة، ممكن نأخذ مداخلة واحدة وبعدين نعلق عليها وبعدين نعطي المسؤولين في المنتدى، والدكتور فهد عنده كلمة أيضا. السلام عليكم. تفضل. أنا خلف العتيبي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. معالي الدكتور، الحقيقة الحوار الوطني من 2003 مركز تأسس. هل مركز الحوار الوطني بيعطي توصيات من خلال اللقاءات اللي يعملها؟ وهل فعلا تم تطبيق أو الجهات اللي يرفع لها التوصيات قامت بتنفيذها؟ الشيء الثاني الحقيقة، هل هناك تعاون بين الغرف التجارية والحوار الوطني من خلال لقاءات واجتماعات وحوارات؟ لأن الجانب الاقتصادي اليوم مهم في حياة الناس بشكل كبير، وهو اللي يقود عجلة التنمية الاقتصاد. وأعتقد أنه إذا كان في بين الحوار مركز الملك عبد الله الحوار الوطني والغرف ممكن نطلع بتوصيات جيدة. شكرا لكم. شكرا. شكرا أستاذ خلف. قبل أن أعلق على المداخلتين هذه، الدكتور فهد عنده تعليق عن التعليم. تفضل يا دكتور. صوت. ما في صوت. طرح تساؤلات. أنا بس كنت حبيت أعقب على موضوع التعليم، لأنه طرح الحقيقة يمكن نصف المداخلات كانت عن موضوع التعليم. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مستشعر جداً ما طرحه الأخوة والأخوات في هالموضوع، من أنه التعليم هو الأساس لتعزيز ثقافة الحوار وترسيخها. ولذلك أولى اتفاقيات التعاون اللي وقعت كانت الحقيقة مع وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أنه هذا كان عام 2005 يمكن. اليوم عندما نقول أنه لدينا 2800 مدرب ومدربة يعملون على مشروع التدريب على الحوار، أستطيع القول أنه 60% منهم هم يعملون لصالح وزارة التربية والتعليم. وعندما نتكلم عن أن وصلنا الرقم 1,000,000 مواطن ومواطنة تدربوا على هذه البرامج، فالجزء الأكبر هم في وزارة التربية والتعليم. ولذلك نأمل أنه أيضاً أن تكثف الجهود مع الوزارة، أنه يكون مزيد من التنسيق إن شاء الله في المستقبل. أيضاً طرح موضوع المراكز الأحياء اللي الآن افتتحتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الأحياء. نحن الآن وقعنا اتفاقية مع المشروع بحيث أيضاً أنه برامج التدريب هذه سوف تنفذ في هذه المراكز، وأعتقد أن هذا وصول لشرائح يعني مختلفة ومتعددة. بالنسبة أيضاً ما ذكر حول موضوع الاهتمام بالأطفال وأن الأطفال هم الأساس، هذا صحيح. المركز لديه برنامج تدريبي طور قبل سنتين عنوانه حاورني، هو موجه للمعلمات في رياض الأطفال، وفي مجموعة كبيرة الحقيقة من المعلمات في رياض الأطفال أخذوا هذا البرنامج، ونأمل إن شاء الله أن يكون هذا هو تأسيس لثقافة الحوار لدى الأطفال. هذا تعقيب يعني بس سريع جدا لعامل الوقت. شكرا. حقيقة أنا أرى جميلة هالساعة اللي تنبهنا على الوقت، وأنه إحنا شارفنا على انتهاء هذا اللقاء. لكن حقيقة ما طرحه الأخ خالد والأخ خلف بخصوص التوصيات، إذا اسمحوا لي يعني شوي من خلال تجربتي العملية في الحوار الوطني أن أوضح بعض الأمور التي يجب علي إيضاحها للجميع علشان تكون الصورة واضحة، ويجب أن نكون واضحين مع بعض وصرحاء من أجل أن لا نعتقد أن هناك تقصير أو هناك فقط فضفضة أو ما يطلق على بعض هذه اللقاءات. عندما أطلق مشروع الحوار الوطني، أنا ذكرت أن هذه المفردة كانت مفردة غريبة جداً على مجتمعنا، بالرغم أنها موجودة في القرآن والسنة. يعني إحنا حقيقة لم نبتدع شيء، إنما هي أصل من أصول ديننا الإسلامي.
الحقيقة الذي حصل أنه في بداية الحوار كان هناك حواجز نفسية رهيبة عندما نتحدث عن بعض الأمور، وخاصة توجهاتنا الفكرية وغير ما يتعلق بها من أمور كانت لا تناقش على مستوى العموم، إنما كانت تناقش ربما في جلسات خاصة وغيرها. لذلك أنا أعتقد التوسع في هذا المجال أعطى فرصة للحوار الملتزم بآداب الحوار. يعني إحنا الحقيقة أسسنا لمشروع يتعلق بآداب الحوار، وهذا مهم، وإعطاء الفرصة لجميع التوجهات، إعطاء الفرصة لجميع الرجال والنساء في المجتمع بتوازن وبتنظيم، ويعني حتى أنه استطعنا أن نطبق Chatham House Rules، أمور كثيرة ربما أخذت منا بعض الوقت لترسيخها بحيث يكون كما ذكرت طبع من طباع المجتمع السعودي وأسلوب حياة. إنما الموضوع يتعلق في جانب آخر. بعد الثلاثة لقاءات الأولى التي أخذت إثارة إعلامية كبيرة جدا، كيف أن يتقابل فلان مع فلان وكيف يتحدث فلان مع فلان، كأننا من كواكب متنوعة. هذا الحقيقة ربما تعدينا في مجال الإثارة إلى موضوع أكثر واقعية عبر العمل المؤسسي والذي ذكرت أنه يتعلق بأسلوب تربية من خلال المؤسسة الدينية، من خلال المؤسسة التعليمية، من خلال المؤسسة الثقافية. طبعاً التوصيات التي تخرج من هذه اللقاءات، كل هذه التوصيات التي تخرج اتفقنا في الحوار الوطني بأن الحوار الوطني هو ذراع من أذرعة المجتمع كمؤسسة تعتبر NGO، تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني، تعبر عن هذا التوجه بحيث يكون لها قدرة على التفاعل مع كثير من الأمور. عندما نجمع هذه التوصيات فإن رأي المتحاورين ورأي والتوصيات هي تعتبر الحقيقة استشارية وليست إلزامية، لكنها تقدم في كل مناسبة سنوية لمقام خادم الحرمين الشريفين وتأخذ مجراها لتوجيهها إلى الجهات المختصة كل في مجاله. طبعاً آمالنا من خلال متابعتنا في الحوار الوطني أن نطرق كل الأبواب. نحن نحاول أن نكون رأي عام حول قضايا مختلف عليها. طرحنا مثلاً موضوع توظيف المرأة، طرحنا قضايا في الغلو والتطرف، طرحنا قضايا متعددة ومتنوعة للشباب ولجميع ما يمر بالمجتمع من تحولات. وهذه التوصيات وهذه النتائج التي تخرج، كنا نطرق كل الأبواب من أجل إقناع المجتمع وإقناع صانع القرار في أن تكون على أرض الواقع. طبعاً تذهب إلى مجلس الشورى، تذهب إلى جهات أخرى، هذا حقيقة موضوع آخر ويحتاج إلى متابعة. لكن أؤكد لكم أنها لا تبقى حبيسة أدراج، وإنما هي تتابع وتقيم كل عام، ونحاول بقدر الإمكان أن نعلم ماذا حصل في كل توصية من توصيات الحوار الوطني. وهذا المشروع ليس مشروع فقط ندوة في يوم واحد، ولكن مشروع مؤسسي، مشروع نريد أن يكون له جذور في كل أركان الوطن ولجميع فئات الوطن، ونرجو إن وفقنا أن يكون هذا هو آمالنا، وإن أخفقنا فأيضاً. ولكن أنا أؤكد لكم أن النتائج المتوقعة ربما أن، واسمحوا لي أن أعترف في هذا المجال، أنه ربما لم تتحقق كل الطموحات التي ربما وضعت من قبل المؤملين في أشياء كثيرة، لكن العقبات ليست كلها عقبات رسمية، العقبات هي حقيقة تعبر عن طبيعة المجتمع السعودي. ونرجو إن شاء الله أن نوفق في بعد مضي 10 سنوات في أن نحقق نقلة نوعية في موضوع الحوار الوطني. وفي ختام هذه الجلسة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ صالح بن عبد الله كامل ولجميع أعضاء الغرفة التجارية ولجميع القائمين على هذا المنتدى الاقتصادي، منتدى جدا الاقتصادي الذي أصبح مناسبة سنوية نتطلع إلى الحقيقة للمشاركة فيها ونتفاعل مع كل قضاياها، وحقيقة أصبحت إضافة مهمة على المستوى المحلي والمستوى العالمي. وأشكر جميع الأخوة والأخوات والشباب والشابات الذين الحقيقة تفاعلوا معنا، وندين لكم بالشكر والتقدير والعرفان على
اهتمامكم بالحوار الوطني وعلى تقديركم لهذه المسيرة، وأيضاً أظهرتم الحقيقة حجم الانتماء والمحبة لهذا الوطن الذي تشعرون فيه بحجم المسؤولية اللي تحملناها. أيضاً أقدم الشكر لجميع الأخوة والأخوات القائمين على العمل، والذين الحقيقة كان لتواصلهم واستقبالهم وضيافتهم كل التقدير والاحترام، كما أقدم بالشكر والتقدير مني ومنكم لزميلي الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام، وللأستاذ علي الشهري والأستاذ عبدالله الخريف الشباب اللجنة الشبابية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونلتقي جميعا. وشكرا أيضا لمقدم الجلسة، جزاه الله خير الذي صبر علينا لأننا أخذنا أكثر من الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. بارك الله فيك. شكرا لمعالي الأستاذ فيصل بن معمر ولجميع الأخوة من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. أدعو الشيخ صالح كامل إلى الصعود إلى المنصة من أجل تكريم المشاركين في هذه الجلسة، ولو بيدنا معاليك لأعطيناكم أكثر من الوقت المتاح نظرا لأهمية النقاط التي تحدثتم عنها وأشرتم إليها في هذه الجلسة. شكرا لأنكم منحتم فرصة لهؤلاء الشباب من أجل التعبير عن أنفسهم ومناقشة بعض القضايا التي يودون مشاركتها معكم. جلسة ممتعة، جزاك الله خير. يا أخي كنا المفروض نجي لك إحنا. طيب. نحتفظ به، ذكرى مهمة جدا لنا. شكرا شكرا يا شيخ. شكرا معالي الشيخ. شكرا الله يحفظك. شكرا الله يبارك فيك. شكرا اللي اعطانا الفرصة. الله يسلمك. فهد السلطان بس مو امين عام مجلس الوطن. شكرا الله يسلمك. التكريم لكم والله، انتم اللي اكرمتونا. الله يسلمك. شكرا. تفضل يا علي، تفضل. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله ما قصرت، بارك الله فيك. طبعا شكرا للشيخ صالح على هذا التكريم، وايضا شكرا لمعالي الاستاذ بن معمر وهذه المشاركه الفاعله من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.